إلى شيب الشعر، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم حبيباتي، وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم من أقوى الوصفات لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض باستخدام مكونات طبيعية ومتواجدة في كل بيت. فستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة إلى الحبة السوداء أو السانوج، وهو يكون على هذا الشكل بمقدار ملعقة كبيرة من مسحوق السانوج أو الحبة السوداء. أما المكون الثاني في هذه الوصفة لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض، ستحتاجين إلى مسحوق المريمية أو السالمية بمقدار ملعقة كبيرة من مسحوق المريمية أو السالمية. أما المكون الثالث في هذه الوصفة فستحتاجين إلى مسحوق القهوة أو البن بمقدار 3 معالق كبيرة من مسحوق القهوة أو البن. أما المكون الرابع في هذه الوصفة فستحتاجين إلى الحناء بمقدار 3 معالق كبيرة من الحناء. أما المكون الخامس في هذه الوصفة الخاصة بعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض فهو قشور الباذنجان. ستحتاجين إلى قشور الباذنجان فقط في هذه الوصفة لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة استخدام الوصفة وطريقة التحضير فهي جد سهلة وبسيطة. تقومين بأخذ قشور الباذنجان، ثم تقومين بوضعها في إناء وتضعين 2 أكواب من الماء، وتضعين الإناء على نار هادئة جدا، ثم تتركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان، ويتبقى من الماء بمقدار 1 كوب فقط. بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط والاحتفاظ به، وفي إناء آخر تضعين جميع هذه المكونات، أي الحبة السوداء بمقدار ملعقة كبيرة، وأيضا المريمية أو السالمية بمقدار ملعقة كبيرة، وكذلك البن بمقدار 3 معالق كبيرة، والقهوة بمقدار 3 معالق كبيرة. تقومين بعد ذلك بخلط جميع المكونات باستخدام مغلي قشور الرمان حتى تحصلين على خلطة متجانسة أو وصفة متجانسة. بعد ذلك يمكنك استخدام الوصفة للتخلص نهائيا من مشكل شيب الشعر أو الشعر الأبيض، وكذلك هذه الوصفة ستساعدك على تطويل الشعر وعلاج معظم مشاكل الشعر، سواء تعلق الأمر بقشرة الشعر أو تقصفه وتساقطه، وأيضا عدم نمو بصيلات الشعر وخصوصا في مقدمة الشعر. وأيضا هذه الوصفة ستساعدك على علاج الصلع الغير وراثي. بعد تجهيز الوصفة تقومين بتطبيقها على الشعر بالكامل مع التركيز على مناطق تواجد الشعر الأبيض أو الشيب المبكر، وتتركينها لمدة 2 ساعة قبل غسل شعرك بالماء الفاتر. تكررين الوصفة أو هذه العملية 2 مرات في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة، وهي التخلص نهائيا من مشكل الشعر الأبيض أو الشيب المبكر. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصه بعلاج شيب الشعر او الشعر الابيض. اتمنى اختي الكريمه ان تجربيها، وان تتركي لي في صندوق التعليقات ارائك واستفساراتك حول هذه الوصفه. واذا كان لديك اي طلب خاص حول وصفه معينه فيمكنك ايضا طرحه في صندوق التعليقات وساجيبك ان شاء الله. واذا اعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركه الفيديو مع الاهل والاحباب، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
علاج شيب الشعر، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم حبيباتي، وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم من أقوى الوصفات لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض باستخدام مكونات طبيعية ومتواجدة في كل بيت. فستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة إلى الحبة السوداء أو السانوج، وهو يكون على هذا الشكل بمقدار ملعقة كبيرة من مسحوق السانوج أو الحبة السوداء. أما المكون الثاني في هذه الوصفة لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض، ستحتاجين إلى مسحوق المريمية أو السالمية بمقدار ملعقة كبيرة من مسحوق المريمية أو السالمية. أما المكون الثالث في هذه الوصفة فستحتاجين إلى مسحوق القهوة أو البن بمقدار 3 معالق كبيرة من مسحوق القهوة أو البن. أما المكون الرابع في هذه الوصفة فستحتاجين إلى الحناء بمقدار 3 معالق كبيرة من الحناء. أما المكون الخامس في هذه الوصفة الخاصة بعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض فهو قشور الباذنجان. ستحتاجين إلى قشور الباذنجان فقط في هذه الوصفة لعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة استخدام الوصفة وطريقة التحضير فهي جد سهلة وبسيطة. تقومين بأخذ قشور الباذنجان ثم تقومين بوضعها في إناء، وتضعين 2 أكواب من الماء، وتضعين الإناء على نار هادئة جدا، ثم تتركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان، ويتبقى من الماء بمقدار 1 كوب فقط. بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط والاحتفاظ به، وفي إناء آخر تضعين جميع هذه المكونات أي الحبة السوداء بمقدار ملعقة كبيرة، وأيضا المريبية أو السالمية بمقدار ملعقة كبيرة، وكذلك البن بمقدار 3 معالق كبيرة، والقهوة بمقدار 3 معالق كبيرة. تقومين بعد ذلك بخلط جميع المكونات باستخدام مغلي قشور الرمان حتى تحصلين على خلطة متجانسة أو وصفة متجانسة. بعد ذلك يمكنك استخدام الوصفة للتخلص نهائيا من مشكل شيب الشعر أو الشعر الأبيض، وكذلك هذه الوصفة ستساعدك على تطويل الشعر وعلاج معظم مشاكل الشعر، سواء تعلق الأمر بقشرة الشعر أو تقصفه وتساقطه، وأيضا عدم نمو بصيلات الشعر وخصوصا في مقدمة الشعر. وأيضا هذه الوصفة ستساعدك على علاج الصلع الغير وراثي. بعد تجهيز الوصفة تقومين بتطبيقها على الشعر بالكامل مع التركيز على مناطق تواجد الشعر الأبيض أو الشيب المبكر، وتتركينها لمدة 2 ساعة قبل غسل شعرك بالماء الفاتر. تكررين الوصفة أو هذه العملية 2 مرات في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة، وهي التخلص نهائيا من مشكل الشعر الأبيض أو الشيب المبكر. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بعلاج شيب الشعر أو الشعر الأبيض. أتمنى أختي الكريمة أن تجربيها، وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.